ينضم إلينا الآن الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف. برحب بك يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. بخير وبصحة، وكل عام وأنتم بخير ومصر والعالم كله بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. أهلا بحضرتك. ويعني في البداية النهاردة يعني تابعنا كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه الاحتفالية، كيف قرأت هذه الكلمة في البداية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد أن هذا اليوم هو يوم مهم في مصر وفي العالم كله، وهو ليلة القدر وليلة القرآن التي كرم فيها فخامة الرئيس وسعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظت القرآن الكريم. وفي الحقيقة أن كلمة سيادة الرئيس كانت كلمة شاملة جامعة، أكد سيادته على أهمية القرآن الكريم وحفظة القرآن الكريم وعلى الفكر الإسلامي المستنير، وخاصة دعيني يعني أذكر كلمة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم التي سبقت كلمة سيادة الرئيس، والتي أشاد فيها بدور الرئيس السيسي بأنه تجاوز بمصر خط الأمن والأمان وأخرجها من الظلام إلى النور. وهذه هي عادتنا وعادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المناسبات الدينية، دائما يركز على أهمية الدين وأهمية الإسلام والفكر المستنير والفكر الصحيح. دكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، شكرا جزيلا لك.